السلام عليكم. ده محاضرة النهاردة، آخر محاضرة عن ما يسمى الفينفيت تكنولوجي. الفينفيت درايف أصلا من الـ SOI زي ما هنشوف دلوقتي، وعنده بيتر كنترول على الشانل، يعني الجيت بيكنترول الشانل بطريقة أحسن من الـ SOI. احنا عارفين إن البالك الشانل بتبقى كنترول دي بالجيت صحيح، ولكن الدرين برضو ممكن يأثر على الشانل، ها دي أي بي ال والكلام ده، في الـ والليكج طبعا كتير وحاجة زي كده. في الـ SOI حلينا هذه المشكلة شوية، لكن ما زال هي يعني في النهاية هي سنجل جيت، انما في فيت زي ما هنشوف هو دبل جيت او تريبل جيت. فبتبص تلاقي عندك كنترول كده للجيت على البودي او الفين او الشانل نفسها بطريقة احسن كتير من التكنولوجيا الثانية، وده طبعا بيخلي performance احسن. هنتكلم على ما يسمى الـ SOI FinFET. في حاجة اسمها البالك فينفيت وفي حاجة اسمها الاس واي فينفيت، بس احنا هنركز على الاس واي فينفيت على اساس ان هي نسبيا اسهل من البالك. وطبعا موضوع الاستريس برضو ستيل فاليد في الفينفيت. طيب ايه هو؟ اولا الفينفيت ده كسكيلينج هو ظهر كده من 32 او 22 نانو تكنولوجي، بدأ في 2011 تقريبا، وسموه تراي جيت. قبل كده كان حاجات اللي احنا قلناها، يعني اول حاجة كنا بدأنا بالستريس على السيليكون من اول 90 نانو، بعد كده بدأوا يستخدموا الهاي كي ميتال جيت من 45 نانو، ودلوقتي الفين فيت بيستخدم 22 نانو، 12 نانو، 7 نانو، والكلام ده كله. الفكرة ايه؟ الفكرة ان هي زي ما بقول لك هي درايفد من الـ SOI بحيث ان هو يقدر يعني يخلي التكنولوجي فيزابل يعني. فالشكل اللي هو اللي على في الاول ده الـ SOI، بس هنا هنتخيل ان في دبل جيت، ان عندك فيريسين اوكسايد تحت وفيريسين اوكسايد فوق، وبالتالي اقدر احط توب جيت وبوتوم جيت، يعني ده هو اللي احنا مسميين دبل جيت. طيب لو عملت فليب بالطريقه دي فيرتيكالي كده هيجي لك التو جيتس هنا هو شمال ويمين، وهيجي لك الدرين والسورس تحت وفوق. كنا محتاجين يعني دي مش سهلة ان احنا نعملها تكنولوجيا برضو، نتيجة انه السورس تحت والدرين فوق. فروحنا قلبينها كمان مرة فيرتيكال في الاتجاه كده اللي هو عمودي على الشاشة في اتجاه كده، بحيث الدرين بقى فيرتيكال والسورس بقى فيرتيكال والجيس بقى برضو فيرتيكال. هنا كانت كيتس فيرتيكال انما الدرين والسورس كانوا فوق بعض. هنا بقى عندك كل حاجة فيرتيكال، فأصبح من السهل إن احنا نعملها، بس طبعا خرجت عن السطح بتاع الويفر يعني، طبعا يعني عشان كده بنسميها 3D على أساس إن هي يعني مش بلانر تكنولوجي زي الـ SOI وزي البلق، وساعات كمان بيسموها 2.5D. ليه؟ لأنها مش ترو 3D. الترو 3D اللي هو بيبقى عندك اكتر من ويفر فوق بعض يعملوا 3D structure، وفي بينهم فيا كومبليت فيا بيسموها TSV ثرو سيليكون فيا، تقدر توصلك من الويفر الفوقانيه للويفر التحتانيه، فدي كان اسمها 3D. انما هنا يعني الارتفاع بتاع دي بنسميها الفين اللي احنا شايفينها دي، هي دي اسمها الفين.
اوكي بتبقى ليها ويتس طبعا وليها هايت، ويبقى الويتس صغير شويه والهايت كبير. وهنشوف دلوقتي بين الدرين والسورس ده اللي احنا مسمينه شانل لينث. فبيبقى شكلها عامل زي الفين، زي الريشه كده. طيب فقلنا بنسميه 2.5 لانه الارتفاع ده بتاع الدرين بتاع السورس وبتاع الجيت، الارتفاع ده يعني هو فيو نانومترز يعني ما تيجي تبص حتى على الويفر كده يعني صعب انك تشوف الترانزستور، لانه هو يعني يا دوبك كده طالع ايه فيو نانومترز اوفر السيرفس. فساعات بيسموه عشان كده 2.5 بدل 3D. طيب فايه بقى الدبل جيت والتريبل جيت؟ احنا دلوقتي شايفين هنا باريد اوكسايد، يعني هنا بنتكلم على الاس واي طبعا. تحت عندك السبستريت بتاعت السيليكون، فوق الباريد اوكسايد، فوق السيليكون اللي هو الاس واي لاير. فالاس واي لاير اللي هعمل فيها الفين، والفين دي بتكون زي ما شايف كده فيرتيكال، وبتحوطها بعد كده بالاوكسايد، بس ممكن يبقى هايكي او واتيفر، وبعدين البولي او الميتال جيت. الكارنت بيمشي فين؟ دايما كنترول طبعا بالجيت، هنا بتحط الفي جيت، فالكارنت هيمشي في الحته دي على السيرفيس ده، اوكي اللي هو تحت الاوكسايد. وواحد تاني هيمشي هنا برضو الناحية الشمال تحت الأوكسايد، لأن نفس الجيت نفس الجيت وواخد نفس الفي جي. اوكي فبقى عندك تقريبا زي ما تقول بقى في ايه، بقى في دبل شانل، ايه واحدة شمال واحدة يمين بارتفاع الفين. عشان كده نقدر نقول حتى ان الويتس هنا بتاع ترانزستور effectively effective ويتس هو 2 اتش فين، اتنين اللي ايه الارتفاع بتاع الفين. فانت كده بتعمل دبلنج للكرنت درايف، يعني كرنت درايف في الاس او اي السنجل جيت او في البلك هتعمل دبل طبعا على دبليو، دبليو على ال. فهنا الدبليو بتاعتك بقت على طول 2 تايمز الدبليو بتاع الايكوفلنت بلك ترانزستور. فانت عندك دبل كارنت درايف بيديك سرعه طبعا ايه احسن. وممكن اعمل كمان تريبل اللي هو بنسميه تراي جيت، يعني هو طبعا الجيت هو واحد، الجيت كله شورت سيركت على بعض اللي هو الاحمر ده، اوكي. انما هو سين اوكسايد، لو سين اوكسايد موجود شمال وموجود يمين وموجود فوق كمان، فهيبقى عندك الشانل هنا يعني في سين اوكسايد، هيبقى عندك الشانل فيرتيكال هنا وعندك الشانل فيرتيكال هنا. هذه الشانل عمودي على على الشاشة، عمودي على الشاشة بين الدرين اللي هو هيبقى مثلا ناحيتك وبين السورس خلف الشاشة، اوكي زي ما مرسوم هنا كده. هو ادي هنا الجيت اهو، هو سنجل جيت يعني سنجل بولي، انما الشانل في واحدة هنا وفي واحدة الناحية التانية بس، لأن الأوكسايد اللي هو الهوريزونتال ده كبير زي ما شايف، الأوكسايد هنا كبير أهو ثيك، فما تقدرش تعمل انفيرجن بنفس البوتنشال اللي أنت استخدمته عشان تعمل انفيرجن أو تعمل شانل فورميشن على الأندرلاينج سيرفيس ده اللي تحت السين أوكسايد. هنا كل الفرق إن أنا خليت كله سين أوكسايد، كل الفين متحوطة بسين اوكسايد، فما تحط اي جيت فولتج كله هيكون بيعمل شانل سواء ناحية الشمال او يمين او في الهوريزونتال. ده بنسميه الفين ويتس طبعا. فهنا هو الويتس بتاعك الافكتيف هيبقى اكبر شوية، هيبقى 2 اتش بتاع الفين بلس كمان الويتس بتاع الفين، ان الويتس بتاع الفين بقى دخلت معانا كشانل، فده اللي احنا بنسميه تراي جيت، واللي فوق ده بنسميه الدبل جيت. فالاثنين فيزابل، بس كل حكايه انك تغير في السكنس بتاعت
الجيت اوكسايد. موضوع بقى الالكتروستاتيك كنترول بتاع الجيت بيبان من هنا يعني. يعني هنا مثلا ده البالك كيس اللي هي فوق دي، تحس ان الشانل هيكون موجود هنا عليها كنترول من الجيت، وكمان في فيدز جايه، هو ده في الافكت ترانزستور، ففي فيدز كمان جايه من الدرين، ممكن توصل لغايه السورس وممكن تعمل لك درين كذا سورس بارير لورنج وحاجات زي كده. فإذا في كنترول من الدرين ومن الجيت في نفس الوقت، فاحنا بنحاول نلغي الكنترول بتاع الجيت بتاع الدرين، نخلي الشانل كومبليتلي كنترول بالجيت، هو ده احسن حاجه. يعني الكنترول التاني ده بتاع الدرين ده يعتبر حاجه كده شورت شانل افكت او بارازيتيك افكت غير مرغوب فيه. في الاس او اي بقى عندنا الموضوع احسن شويه، انما برضه مش كومبليت او انما احسن كتير. ليه؟ لانه الاريا والفيلز دي خارجه منين؟ خارجه من ال من هو بيبقى عندك فولتج بوزيتيف في درين، اوكي، والشانل بقى هنا في في درين وعمال يقل مع الديستانس كده لغايه ما يوصل للجراوند عند السورس شانل بوتنشال. ففي بوتنشال ديفرنس دايما، فالبوتنشال ديفرنس ده جوه الديبليشن لير طبعا، لانه هنا نيوترال السيليكون، هنا نيوترال، انما هنا في عندك الديبليشن لير. الديبليشن لير طبعا ده لو كان ده ان شانل دي هتبقى بي سبستريت، فلو بي هيبقى عندك اكسبتورز، والاكسبتورز هتبقى نيجاتيف تشارج، اوكي، اموبايل. وهنا بالعكس هيبقى عندك ديبليشن لير هنا فيها بوزيتيف تشارج اللي هي الدونرز، ففي الكتريك فيلد خارج من البلس والماينس دي، وعلى حسب بقى الماينس ده موجود فين في كل ديبليشن لير دي. فاحنا هنا لما قللنا ديبليشن لير في حاله الاس واي فقللنا الفيلز دي شويه، فبقى عندك بيتر كنترول للجيت على الشانل. طبعا لو عملنا دبل جيت، بس ده ما قلنا ما بيحصلش في الاس واي لانه صعب ان انا الاين الجيت التحتاني مع الجيت الفوقاني، فهيبقى كمان بيتر. هتبص تلاقي في فرينج افكت كده بين الدرين وبين الجيت لكن مش واصل للشانل. الفين فيت تراي جيت مثلا اهو المرسوم ده، فخلاص درين والسورس قلت لك هم هيبقوا ناحيتك وورا الشاشه، اوكي، وانت الشانل بتاعتك عمودي على الشاشه، ففي عندك كومبليت كده ان سيركل للجيت على الشانل، فعندك بيتر كنترول، والدرين والسورس بيبقى ليس كنترول. فبيجيب لك ما يسمى الكتروستاتيك افكت بتاع الجيت، يعني الفيلد افكت هنا بقى هيبقى بيتر عن الحالات الاولانيه. ده فيلد افكت ترانزستور، يهمك الفيلد اللي عند الجيت هو اللي يعمل لك الشانل مش اي حاجه تانية. طيب لو رسمنا انرجي باند دياجرام كده سريع، احنا رسمينه هنا، ده عباره عن ما يسمى الفلات باند كونديشن، لان كل حاجه زي ما انت شايف كده فلات الانرجي باند دياجرام. ففي عندك اوكسايد هنا وفي عندك اوكسايد هنا، بنتكلم على الدبل جيت مثلا، اوكسايد اوكسايد، والاثنين واخدين نفس الفي جيت فليهم نفس الفيرمي ليفل اهو، اوكي، والفين نفسها اللي هي في النص دي، دي الفين ده. طيب الفين هنا ان تايب ولا بي تايب؟ هتحس انه في حاجه اسمها انترنسك اللي في النص، والفيرمي تحت، هي سلايتلي بي تايب يعني تحت مش كتير، ما فيش داعي ان انا احط دوبنج عالي زي ما هنشوف دلوقتي، ممكن اخليها انترنسك كومبليتلي او يعني سلايتلي بي تايب. الفين بتبقى الدوبنج بتاعها واطي. ليه بنعمل دوبنج واطي؟ لان انا عايز اعمل فول ديبليشن زي ما عملنا في الاس واي. في الاس واي كنت بحط فولت واطي على الجيت، ومحتاج ان هذا الفولت يعمل لي فول ديبليشن للبودي. فده ما بيجيش الا ان لما البودي ده هو يكون رفيع او الفين تكون رفيعه سيكنس، دي اللي احنا بنسميها الويتس بتاع الفين، ده غير الويتس بتاع الترانزستور. الويتس بتاع الترانزستور عباره عن 2 دبليو 2 اتش 2 الهايت، انما ده الويتس بتاع الفين ده المفروض يبقى صغير
والدوبينج بتاعه بقى اللي هو هنا هيبقى بي تايب، هيبقى ان اكسبتور، يبقى واطي. ده بيساعدني ان انا لما احط فولت هنا معقول يعني نسبيا منخفض، اقدر اعمل فول ديبليشن للفين نفسها. والفول ديبليشن معنى كده زي ما قلنا في الاس او اي مش هيبقى فيه بودي افكت، ومبقاش فيه مشاكل الايه البودي افكت. طيب هنا بقى حطينا ايه؟ حطينا بوتنشال، البوتنشال ده حطيناه بوزيتيف على التو جيتس اللي هم حوالين التو شانلز الفيرتيكال. البوست بوتنشال هيعمل لك نيجاتيف شيفت في الانرجي في الفيرمي ليفل، نيجاتيف ايدج في الفيرمي ليفل، وهيعمل لك كيرفيتشر جوه الاوكسايد لينير، وجوه السيمي كوندكتور هيبقى بهذا الشكل. جوه الاكسايد لينير لين لان مفيش تشارج جوه الاكسايد، جوه السيمي كوندكتور بيبقى بارابوليك تقريبا لانه في تشارج ديستريبيوشن معين. فاحنا بنعتمد على انه ال dE by dx اللي هي الالكتريك فيلد سلوب او الدريفيتيف بتاع الفيلد هو بيساوي الايه التشارج سبيسيف تشارج اللي هي هنا هتبقى بصفر في حاله الاكسايد، عشان كده طالع لينير على ابسلون. وهيبقى عندك فيلد لو كان ده اتجاه الاكس اكسس، لو كان ده اتجاه البوزيتيف اكس اكسس هيبقى عندك فيلد نيجاتيف هنا اي اكس، وعندك فيلد بوزيتيف هنا، وفي نوع من السيمتري كده. الفيلد البوزيتيف ده هيعمل لك ايه؟ هجيب الالكترونز الناحيه دي، والفيلد البوزيتيف اللي هنا هجيب الالكترونز الناحيه دي. اوكي، زي ما انت شايف الاي انترنسك كان فوق، انيشالي هو كان فوق الاي فيرمي، لان كنا بنتكلم على بي تايب ماتيريال او بلك. وبعدين حصل هو طبعا زي ما يكون في انفيرجن هنا على السطح، في انفيرجن هنا على السطح، ان الاي فيرمي بقى فوق مش تحت، مش زي هنا الاي فيرمي بقى فوق الانترنسك ليفل. يبقى انت كده اكنك عملت انفيرجن على السطح بتاعك، وهو الانفيرجن لاير دي هي اللي هتعمل لك الشانل الشمال والشانل اليمين. وجود التشارجز الكتيره هنا اللي هي الكترونز هو ده اللي هيعمل لك الايه التشانل العمودي على الشاشه في اتجاه الاتجاه اللي هو عمودي على الشاشه، وده احنا بنسميه سيرفيس انفيرجن. عملت انفيرجن للسطح بس، واللي جوه هنا ما زال بي تايب او سلايتلي بي تايب زي ده سلايتلي بي تايب. اوكي، والسيمتري موجودة طبعا نتيجة السيمتري كاستراكشر اللي احنا اشتغلنا بيه. في حاجة اسمها فوليوم انفيرجن ممكن يحصل امتى؟ لو انت قللت الفوليوم ده كمان، الفوليوم بتاع الفين او الويتس بتاع الفين كل ما قل هتحس ان في النهاية ممكن اول اي فيرمي يكون الاي انترنسك كومبليتلي يبقى تحت الاي فيرمي. احنا حطينا فولت عالي شوية، زودنا الفولت، وقللنا ال W أو ال Width بتاع الفيلد. هجي لك حاجة اسمها Volume Inversion، الفوليوم كله أصبح دلوقتي E Intrinsic تحت ال E Fermi، يعني كله أصبح N Type. طبعا المسافة دي هي بتحدد ال Density قد إيه، فهنا كبيرة هتلاقي فيه كمية كبيرة، هنا صغيرة هتلاقي فيه كمية صغيرة، وهكذا. هل ده ميزه ان انا اعمل حاجه زي كده؟ ممكن ان انا بعمل ايه كل الفوليوم يبقى انفيرتد، بس هو مش ميزه لان ده بيخلي الدبليو بتاع الويست دي فيري فيري سمول عشان يحصل حاجه زي كده، وبالتالي اصلا الكارنت هيبقى صغير، لان الكارنت يعتمد طبعا الكارنت العمودي على السبوره ده يعتمد على المساحه بتاعه الفين. انت كده صغرت المساحه خالص فاخدت كارنت نيجليجيبل يعني. فاحنا ما يسمى السيرفيس انفيرجن ده هو ايه؟ هو يعني الستاندرد اللي احنا بنشتغل بيه، اما ده ما هوش مطلوب قوي. فلما تيجي تشوف الكارير ديستريبيوشن هتلاقي زي ما احنا رسمين كده اهو، في كاريرز عاليه اهي هي دي، وبعدين بتنزل مينيمم، مينيمم اللي هو عند النقطه دي اقل مسافه هنا بين فيرم والانترنسك، وبعدين ترجع تزيد تاني، وفي سيمتري كده مع الديستانس، والديستانس هنا اللي هي الويتش بتاع الفيلم.
الويس بتاع فين هنا هو مسميه تي سيليكون، هو الثيكنس بتاع السيليكون، هو ده السيليكون 12 نانو. الثيكنس بتاع الاوكسايد او الايكوفالنت ثيكنس دي او تي بتاع الاوكسايد هيبقى 1.2 اللي هو عمل بيه سيموليشن في الحاله دي، وحاطط بقى في جيت 1 فولت عشان يعمل الشيفت ده، هو نحط 1 فولت. وفي درين فيري لو 50 ملي فولت، دي يعني فيري سمول درين فولتج. احنا هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على لينير مود اوبريشن مش ساتوريشن. اوكي، كل ما الدرين فولتج ده يزيد كل ما هتروح على الساتوريشن. فكونه يبقى بالملي فولت او فيري سمول فاليو، فدي معناها ان احنا شغالين في اللينير مود. anyway يعني في عندك ديستريبيوشن زي ما انت شايف كده للكاريرز، يعني سيمتريك حوالين المنتصف بتاع الفين. فالحته الخضره دي هي دي اللي تشانلز اللي فيها ديستريبيوشن عالي. انما طبعا لما اخش بعد كده حته زي هنا هيبقى الديستريبيوشن بتاع الكاريرز قليل، فيبقى في كارنت لكن هو شورت سيركتد بالايه، بالكارنت اللي عند السيرفيس. الكارنت هنا اكبر كتير، فأنا أقدر أقول إن في شانل موجودة شمال وشانل موجودة يمين في الحتة اللي هي فيها الهاي كونسنتريشن. أوكي، طيب هنا الراجل ده من زمان، من أول ما ناس عملت الفين فيت كان 2001 هو بيدرب، فعمل 2 ترانزستورز وقاس الترانسفير كاركترستكس بتاعتهم. طبعا ده في الساتوريشن الأحمر ده، واللي هو في اللينير اللي هو الأزرق ده. مش بطال، مش بطال من ناحية ايه؟ من ناحية ان الشيفت صوت بس كان بيقطع من ثواني يعني. طيب احنا كنا قلنا ان هنا عندك الشانل بتكون ازاي عند الانترفيس بتاع السيليكون دايوكسايد، هي المنطقة دي والمنطقة دي والكارير ديستريبيوشن بتاعك. خلي بالك انه 10-20 هنا دي بير سنتيمتر كيوب، واحنا عندنا فيري فيري سمول فوليوم، عشان كده الرقم كبير. لكن لو تشوف النمبر اوف الكترونز اصلا هتلاقيه مش كبير قوي يعني. طيب anyway دي كاركترستكس شكلها سيمتريك. الديستانس دي هي تقريبا بتقول لك الدي اي بي ال قد ايه، شكلها صغير وسيمتريك. والاون كارنت يعني حاله البي وحاله الان شكله برضو ايه نسبيا معقول. طيب شوف بقى الجيومتري او اللي اوت هتعمله ازاي. فالجيومتري بيبقى عندك الجيت هو مجموعه فين طبعا، يعني الترانزستور ما بيتكونش من فين واحده، بيكون مجموعه فينز امبارل زي ما انت شايف كده. كل الدرين كونتاكت وصل ببعضه، كل السورس كونتاكت وصل ببعضه. اوكي، فدي كل دي عباره عن بارلل فينز. فكرت لما هيمشي من الدرين والسورس هيمشي فين؟ هيمشي تحت الجيت طبعا. اوكي، بس الجيت هنا جاي كده وبعدين عامل ستيب لفوق معمولي على الشاشه وبعدين نازل هنا وبعدين مكمل وهكذا. فالجيتس كلها بارل، الدرينز كلها بارل، السورس كلها بارل على مجموعة الفين اللي عندك. فهيبقى في اتش فين هيبقى موجود عمودي على المنطقة دي، دي هتبقى تشانل. وفي اتش فين هيبقى عمودي على المنطقة دي، دي تشانل. اتنين اتش فين ده الويتس. طب لما يكون كله بارل يبقى عندك الويتس هنا 1+2+3+4+5+6 فينز امبارل، يعني 6 مضروبة في 2 H. اوكي، هنا مرسوم ايزوتروبيك كده بس مرسوم 2 فينز فقط اهو، ولا شكل الجيت اهو محوط على البتاع. هل انا دبل جيت ولا تريبل جيت؟ تعتمد على الاكسايد اللي فوق ده اللي هو سيك ولا ثين. لو كان ثين يبقى انا بتكلم على تريبل جيت، لو كان سيك يبقى انا بتكلم على التو جيتس اللي هم الفيرتيكال فقط.
والسورس وصل ببعضه والديلتا وصل ببعضه والجيت طبعا هو نفس الجيت. في جيومتريكال بارامترز معانا زي ايه؟ زي المسافة بين اول الفين واخر الفين اللي هي ده يعتبر طول الفين كلها اللي هو كابيتال دي ده. يعني في ده دي ده ده عبارة عن الفين لينث. اوكي طبعا انا ما اقدرش ان انا الزق جيت في ناحيه الدرين ناحيه السورس، لازم يكون في مسافه هنا. الفين في جزء بره خارج الترانزستور وفي جزء جوه الترانزستور اللي هو تحت الجيت. الجزء اللي خارج الترانزستور ده بسميه الاكستنشن، فده عباره عن الاكستنشن بتاع السورس والدرين ديستانسز. اوكي لانه لو لغيتها يبقى انا كده هعمل شورت، مش كده؟ هعمل شورت بين الدرين وبين السورس، او بين الجيت وبين السورس، وبين الجيت وبين الدرين، ما ينفعش. انا لازم احتفظ بهذه المسافه. المسافه دي ما فيش فيها الترانزستور، دي عباره عن مجرد ريزيستنس جايه ان سيريز مع الترانزستور، لان الترانزستور هو اللي تحت الجيت. اوكي فده توب فيو لللاي اوت. تأثير المسافة دي طبعا يأثر لك على الكارنت درايف ويأثر لك على التوتال ريزيستنس ان سيريز، لأن في هنا هو ريزيستنس اهي وفي هنا ريزيستنس اهي وهو نفس الفين، فالتو ريزيستنس دول جايين ان سيريز مع التشانل ريزيستنس كل اللي هي تحت الترانزستور. ودي طبعا بنحاول احنا نقللها بقدر الامكان، بنسميها الاكستنشن ريزيستنس. فزي ما شايف هي كل ما الاكستنشن ديستانس ده هي زادت، اوكي كل ما الكارنت درايف بيقل. ليه؟ لان كل دي ما بتزيد، كل المقاومه بتاعتها ما بتزيد، ودي جايه سيريز مع الشانل، فهتقلل لك الكارنت درايف. اوكي طبعا انا المفروض ما ازودهاش، يعني لازم احط شويه طبعا بس عشان افصل الدنيا عن السورس، لكن لو زودتها قوي هخسر كتير في الكارنت، وبالتالي في السرعة بتاعة الترانزستور. واحنا دايما هنا بنقيس الكارنت بالامبير نانو او مايكرو على يونت ويتس من الترانزستور. اوكي المايكروميتر عشان ما دخلش الويتس بتاع الترانزستور في تحديد الامبير. يعني الامبير هنا اعتمد على الفيزيكس بتاعت الايه بتاعت الديفايس، ما اعتمدش قوي على الجيومتري او الويتس بتاع الترانزستور. البارازيتك سيريز ريزيستنس دي اللي هي يعني زمان كانت هي جانكشن، طبعا جانكشن ريزيستنس هي كانت نسبيا يعني زمان. فين بقى زمان؟ اي ماشي بارازيتك ريزيستنس ودي التشانل ريزيستنس. فالتشانل طبعا مع كل ما اقلل التشانل لينث، كل ما عمل سكيلينج داون كل ما الشانل ريزيستنس بتقل. ده كويس عشان ده هيزود لي الامبير ويجيب لي سرعه احسن. انما في المقابل البارازيتك سيريز ريزيستنس هتبدا ايه تزيد. اوكي ولو دخلنا في هذه المنطقه بتبص تلاقي البارازيتك ريزيستنس هي اللي عامله كنترول، مش الشانل مش الترانزستور. فدي طبعا حته مرفوضه يعني. فاحنا هنا خايفين نتيجة الاكستنشن بتاع الفين ان يكون في عندك بارازيتك ريزيستنس عالية ويجي لك المنظر اللي هنا ده. اوكي فلازم نعمل حاجة، وايه الحاجة اللي نعملها؟ ان احنا نحاول نقلل البارازيتك ريزيستنس دي الحمراء دي بالنسبة للتشانل بقدر الامكان، بالنسبة للتشانل ريزيستنس. فبنعمل حاجة اسمها RSD اللي هي Raised Source Drain. اهو في المنظر هنا عباره عن ايه؟ عباره عن جيت والفين اكستنشن وفين اكستنشن. ده من المنظر هنا ده دبل جيت ولا تريبل جيت؟ دبل جيت. دبل جيت ليه؟ لانه السيكنس هنا صغيره والسيكنس هنا كبير، هو هينفيرت بس تحت الايه؟ تحت السيكنس الصغيره هنا.
واحدة قدام وواحدة ورا، يبقى عندك ايه ده الدبل جيت جيومتري. المهم الاكستنشن بتاع درين والسورس اهو، بعدين اجي هنا على السورس كونتاكت اللي هي عامله شورت كده مع الديفرنت فينز دي والدرين كونتاكت، ها واكبرها في السيكنس زي ما انت شايف كده، اخلي السيكنس بتاعها كبير فاعمل لها ريزنج وارفعها لفوق اوكي عشان ما تعمليش مقاومه عاليه، يعني هيبقى كفايه في مقاومه هنا طبعا اوكي، لكن المقاومه اللي هنا دي عايزها تبقى يعني مش موجوده نيجليجبل. فبنعمل حاجه اسمها raised source and drain. طبعا كل ده بيتم بالإبيتاكسي، بس اجي عند الماسك معين واقول له عند source وعند drain هتعمل إبيتاكسي اللي يرتخينا شوية، وهي تحط الميتال بعد كده او الجيت بتاعك ككونتاكت. طيب المشكلة بقى ان انا مش هقدر اعمل حاجة زي كده، دي not feasible. ليه not feasible؟ لان انا لما اجي اعمل إبيتاكسي على فين عمره ما هيطلع الشكل بالانتظام ده، الانتظام ده محتاج سيرفيس فلات، عشان كده احنا قلنا دي عبارة عن هايبوثيتيكال جيومتري، ودي برضو تعتبر هايبوثيتيكال مش موجودة في الطبيعة. طيب هنشوف الشكل الطبيعي هيبقى شكله ايه. طبعا الحتة الفاضية دي مش شاور، الحتة الفاضية دي بنحط فيها سبيسر اوكسايد او نترايد، يعني بنملى هنا سبيسر وبنملى هنا سبيسر اوكي، هو ده اللي هيفصل لي الدرين عن الايه عن الجيت والسورس عن الجيت. ده الشكل بتاع الريزد سورس درين ريجن. لو انت بتتكلم على فين ده كروس سيكشن كده، الفين اهي فيرتيكال اوكي، فما اجي اعمل ايبيتاكسي هيحصل جروس في الاتجاه ده وهيحصل جروس في الاتجاه ده وهيحصل كمان جروس في الاتجاه ده تمام. فبص تلاقي ده عمال طالع كده خطوط موازيه للسيرفس وده خطوط موازيه للسيرفس وده خطوط موازيه للسيرفس، فهيجي لك التقابل بتاع اللاير دي الهوريزونتال مع اللاير الثانيه الهوريزونتال مع الفيرتيكال، هيعمل لك حاجه كده تقريبا 45 درجه بهذا الشكل عشان الايدج اللي هنا ده، يعني عند الايدج ده صعب ان انا اجيب حاجه يونيفورم. ده المنظر اللي احنا بنحصل عليه، يعني نتعرف احنا عارفين فيه دايما عن طريق المنظر بتاع الايه الدرين والسورس الجيومتري، ما بيبقاش فلات زي ما انت شايف. كروس سيكشن الاحمر طبعا ده كله كل ده هيبقى لوبت تمام، وتحط بعد كده اذا كان في سيدي سايد ولا حاجه وبعدين تحط الكونتاكت. ده السبيسر اهو الاصفر ده سبيسر عشان يفصل الكونتاكت هنا عن الكونتاكت هنا، الكونتاكت بتاع الجيت عن الدرين عن السورس، ده السبيسر وده الجيت، يعني ده الجيت اللي هو محاوط الفين اللي فيها الهاي كي ميتال جيت تكنولوجي طبعا مستخدمة، وده اللي احنا بنسميه الاكستنشن لينث بتاع الفين، وده اللينث بتاع السورس والدرين جيومتري نفسها. ده التيبيكال يعني شكل الفين فيت في الطبيعة كفين واحدة، عندك أكتر من فين هتلاقي كلهم بقى ماشيين بارل كده تخرج بره الشاشة أو تخش الناحية اللي فوق. ماشي هنا عمل يعني عشان السيمتري فهو عمل بلين كده في النص قطع عنده، وعشان يوري لك الديفرنت لايرز اللي موجودة. ف ده دبل مش كده دبل جيت، لان هنا تحس ان الاكسيد رفيع وهنا تحس ان الاكسيد تخين، يبقى ده دبل جيت. ودي الفين اللي تحت دي وده الفين هايت وده الفين ويتس اوكي. فالفين ويتس هنا مش داخل معانا في تحديد الدبليو، الدبليو هي 2 تايمز الفين فايت الفين هايت، والسبيسر بيفصل بين الجيت وبيفصل بين الجيت وبين الدرين والسورس، والدرين والسورس هو واخد الشكل الغريب ده اوكي. فده احنا بنسميه ايه ايبيتاكسل ريزد سورس ودرين، ليهم لينس معين طبعا هو ال LSD هو ده هو اللينس بتاع السورس والدرين، وجوه هنا ده اللينس بتاع الاكستنشن. بعد الاكستنشن في بقى الجيت نفسه جيت لينس اوكي.
طيب الريز سورس درين افكت ايه؟ افكت طبعا على الكرنت درايف لانه يأثر على السيريز ريزيستنس. يعني هنا السيريز ريزيستنس حتى هي تعبانه، هنا السيريز ريزيستنس احسن، يعني في ريز سورس ودرين وفي اريا كبيره، وبالتالي جزء كبير من التوتال ريزيستنس بتاع الترانزستور هيبقى فيه ايه ريدكشن نتيجه هذه البارازيتك ريزيستنس او الاكسس ريزيستنس نتيجه الدرين والسورس. ده اللي احنا شايفينه هنا، يعني احنا اللي على الشمال ده ايه؟ ده الريزيستنس، ماشي، هو اصلا عن طريق الريزيستيفيتي علشان يعني ما دخلش الجيومتري معاه. فلو سمى دي كنترول الجيومتري بتاعته اللي هو الهايبوثيتيكال ده، هتلاقي فيه مقاومة عالية. لو عمل الابيتاكسي اللي هو اللي على اليمين ده، هتلاقي المقاومة ايه؟ هتقل مثلا مرتين ونص ولا حاجة فور سيرتين جيومتري. طبعا تيجي تبص على الاي اون اي اوف ريليشن، دايما بتبقى لينير. ده كنترول، وده اللي هو يعني ده اللي على الشمال وده اللي على اليمين. طيب ده احسن ولا مش احسن؟ طبعا احسن، لان فور سيرتن اون كارنت، ما هي خد بالك الاوف كارنت اقل كتير عن التاني. الاوف كارنت هنا اهو هيجي لك في الحته دي، هي الاوف كارنت هنا هيبقى اقل. وسيرتين اوف كارنت يعني سيرتين ليكج، الاون كارنت هنا ضعيف، الاون كارنت هنا اكبر، دايما ده هو احسن. كل ده نتيجه الريدكشن بتاع الريزيستنس في السورس والدرين. اوكي، فاحنا بنستفيد طبعا من ان احنا ممكن لو انا حاولت اثبت الليكج يبقى هاجي بسرعه احسن، لان عندي اون كارنت اكبر. لو حاولت اثبت السرعه يبقى انا عندي الليكج اقل، زي ما انت شايف، لان الاوف كارنت اقل. خلي بالك ان الاوف كارنت هنا لوج سكيل والاون كارنت هنا لينير سكيل. اوكي، ده سيمي لوج بلوت. فلما يطلع ستريت لاين مش معناه ان هو لينير، معناه ان هو اكسبوننشال. طيب خش بقى على التكنولوجي. التكنولوجيا زي ما قلت لك يا اما تكون بيزد على الاس او اي اللي هو الشكل اللي على الشمال ده، او بيزد على البلك. مفيش اس او اي. الاس او اي فيري سمبل، سبستريت وفوقها البوكس بارد اوكسايد وفوقها الاس او اي لاير. اوكي، فهتعمل الفين بارتفاع الاس او اي لاير على طول. يعني الفين نفسها هي ارتفاع الاس او اي لاير، يعني مجرد نعمل اتشنج على الاس او اي لاير من هنا هشيلها من هنا هشيلها من هنا. اوكي، يبقى انا حددت الفين قد ايه بتاعتي. ده في الاس واي فيري سمبل. في البلك لازم اعمل حاجه اسمها ترينش ايزوليشن، شالو ترينش ايزوليشن من السيليكون اوكسايد برضو عشان اعزل الفين عن البلك. انما الحته دي كلها الارتفاع ده كله ما هواش فين. الفين هي بس اللي هي كنترول دي بالجيت، الحته اللي فوق دي الفين بتاعتي. اللي هنا ده ايه؟ ده الفين سبورت. لغاية ما توصل للبلك. طبعا محتاج انت تعزل عن طريق ترانزستور. انما للأسف برضو هنا ما زال في مشكلة انه الفين اللي فوق ده واصل للسبستريت. فلو تحط فين تاني باراليل عشان تعمل مالتي فين ترانزستور، هتبص لها الفينز كلها يعني ايه، او لو عندك ترانزستور مختلفة على نفس السبستريت هتبص لها في كابلينج بين الفينز دي. فلازم نعمل حاجة ان احنا نعزل الفين عند البوتوم هنا. دي بتتعمل باي ايون امبلانتيشن لوكال دوبينج هنا فيري فيري هاي، بحيث يعني كما لو كان في ميتال هنا، وبالتالي يعني يعمل لك ايه شيلدنج للحته دي ويمنع اي كابلنج بين الفين ده وبين اي فين اخر. فالتكنولوجيا اصعب شويه، عشان كده احنا هنركز على الاس واي تكنولوجي ونخليه بقى بعدين لو حد عايز يقرا فيها. شوف ده المنظر لو كروس سيكشن، هتحس انه في الاس واي الفين هو طالع فيرتيكال اهو واضح. اوكي، فده الفين بودي. اوكي، هيبقى في تشانل هنا
هيبقى في شانل هنا. اوكي فيليسين طبعا هو فولي ديبليكيت. مفيش تاني فوق ان شكلها كده ان فوق هنا في يعني اوكسايد كبير شوية عن اللي موجود في الجناب هنا. هو ده عبارة عن دبل شانل او دبل جيت بالعليه. طبعا هو جيت واحد هما الاثنين واصلين ببعض فيزيكالي وإلكتريكالي واصلين ببعض. لكن هو دبل شانل يعني بيسموه دبل جيت بطريقة طبعا مش مظبوطة. هو دبل شانل انما هو بيسموه دبل جيت. البلك لو خدت كروس سيكشن اهو بقى شوف الفين طبعا هي ايه فوق اهي كل تحت ده السبورت واخد الزاويه اللي احنا شايفينها الغريبه دي نتيجه الاس تي اي شانل. طبعا لما تيجي تعمل ترنش ايزوليشن ما بقاش فيرتيكال 100% بينزل لك شويه كده وبينزل شويه كده بزاويه. اوكي فده اللي هو مدي الشكل ده. هنا في عندك السبورت بتاع الفين هو اللي تحت ده كله. طيب هنركز على الاس واي ازاي نعملها. السلايد دي تقريبا زي ملخص كده. اول حاجه هادي الاس واي اللي هي اوكي اللي عايز تعمل فيها اتشنج عشان تعمل فين هنا ومثلا تعمل فين تانية هنا وكده وهكذا. والارتفاع ده هو هيبقى ارتفاع الفين وتعمل اتش للباقي كله. فده هتعمل ازاي؟ هتعمل ماسك طبعا ماسك وفوتو ريزيست وكل حاجه بس بنحط حاجه اسمها هارد ماسك HM دي بنسميها هارد ماسك. ليه؟ هارد ماسك دي ماتيريال غير فوتوريزيست. دي ممكن تبقى سيليكون دايوكسيد ممكن تبقى سيليكون نيترايد. والسيليكون نيترايد طبعا مور كومباكت لانه دي دايركت كونسنت اعلى من الاوكسيد تقريبا الضعف او اكثر. بيبقى مور كومباكت يعني انا عايز ماده هارد هارد تستحمل الاتشنج. انا هو هعمل اتشنج لسيكنس كبيره اللي هو الارتفاع بتاع الاس واي لير. فالفوتو ريزيست عاده ما بيستحملش هتحطه مده كبيره كده في الـ developing stage حتى ايه هيبدا يتاكل ويبدا يبوظ. فبنحط تحته حاجة اسمها هارد ماسك سيليكون اوكسايد او سيليكون نيترايد واحط الفوتو ريزيست عشان اشكل الهارد ماسك. يعني الفوتو ريزيست هارد ماسك ده بيبقى عادي يعني سيكنس عادي فهعمل له تشكيل عادي. يعني هتبص ليه موجود هنا وموجود هنا ده الهارد ماسك كماتيريال وهيتشال من هنا وهيتشال من النقطة اللي في النص دي وهيتشال من الجنب. اوكي وخلاص واشيل الفوتو ريزيست. لما اجي اعمل اتشنج بقى للاس واي لاير دي هيبقى اللي عامل لي ماسك مين؟ هو ما يسمى الهارد ماسك ده اللي هو المادة نفسها اللي هي هارد ومن الصعب ان انا اعمل لها اتشنج. فالهارد ماسك ده هيستخدم دايما لما يكون عايز تعمل اتشنج للاير نسبيا طويلة يعني الاسبكت ريشيو عالية يعني ارتفاع كبير مثلا وسيكنس صغير. فبعد ما تعمل العملية دي بقى لك التو فينز ظهروا هنا مجرد اتشنج لكل حاجة ما عدا الحتتين دول هما التو فينز. وبعدين تحط الجيت ستاك حوالين كل فين بقى منهم وغاية تكمل الترانزستور بتاعك. هذا ملخص. نبص للتفصيل شوية. هذا بروسس انتجريشن عشان تعمل SOI فين فيت. احنا بدأنا هنا طبعا بال SOI layer. فانت عندك هنا السيليكون هو مش كل حاجة مرسومة سيليكون. وبعدين البوكس فوقها اهو. اوكي وبعدين كان في الاس واي لاير تاع هنا يعني الاس واي سيليكون اون انسليتور وهي دي اللي انا عملت لها اتشنج وخليتها في شكل الفينز. عملت لها اتشنج ازاي؟ كان في عندي هارد ماسك اهو هارد ماسك اهو ستيل موجود اهو وعملت اتشنج من خلاله فجات لك الايه التو فينز اللي احنا شايفينهم دول. هذه الخطوه الاولى ان انا اعمل الفين نفسها. الخطوه الثانيه احط الجيت ستاك هحط رصف بقى الجيت ستاك. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى في سين اوكسايد وبعدين الهاي كي وبعدين البولي مثلا او هاي كي بتاع ميتال الى اخره. ده الجيت ستاك طبعا نتيجة ان الشكل هنا يعني السيرفيس بتاعك مش فلات فبرضه هنا هيطلع لك ايه الشكل مش فلات.
هنا فلات ليه؟ لان التو فينز دول قرابين قوي من بعض، او يعني سيكنس كبيره، فما لحقش يبقى كونفورمال وينزل ويطلع تاني. ده المنظر اللي احنا شايفينه. طبعا المنظر ده مرفوض لان السيرفس هنا متعرج، فبنعمل ما يسمى سي ام بي. اوكي، واجيب السيرفس الفلات بالشكل ده. فده بقى الجيت بتاعي، او ما يسمى الجيت ستاك. طيب عايزين نشكله بقى. الجيت ده مش ده جزء من الفين، هيبقى هو الجيت والباقي كله اكستنشنز للفين. فادي التشكيل بتاعه. هيبقى فيه عندك ماسك تاني اهو. طبعا انا هنا عملت ايه؟ جبت دي ورحت حاطط فوقها سيليكون نترايد لير. اوكي، وهشكل السيليكون نترايد بهارد ماسك. الشكل ده هو هيديني الشكل بتاع الجيت، او بتاع اللي هو ماشي فوق الفينس. فهقدر ان انا اشيل السيليكون نترايد من هنا، واشيل السيليكون نترايد من هنا، وهسيبه بس تحت الهارد ماسك ده. وده المنظر اللي احنا شايفينه في نمرة 5 هنا. اوكي، بقيت شايف ايه دلوقتي؟ سيليكون نترايد اهو، لير حوالين الفينس، ماشي اوفر ذا فينس. طيب هنعمل اتشنج للجيت من خلال هذا الهارد ماسك. يعني هنا في اتنين هارد ماسك زي ما انت شايف، واحد اللي هو اللي كان فوق ده، وواحد تاني تحت. ف طبعا هنا فوق كاتب لك ريزيست اور هارد ماسك. دي كان ممكن يبقى فوتو ريزيست عادي. دي لان انا السيليكون نترايد لير اللي تحتيها دي ما هيش سيك قوي يعني، فممكن اتعامل معاها فوتو ريزيست عادي. انما هنا عندي سيكنس كبيرة عايز اعملها اتشنج. اوكي، زي المنظر ده هنا. هو انا الاتشنج بقى لما حصل راح، كل ده راح، كان هنا ده في الخطوة السادسة راح بقى اتشنج. فكان لازم يبقى فيه هارد ماسك عشان يستحمل الموضوع ده، انك تعمل اتشنج لكل اللايرز دي. فده اللي احنا عملناه هنا. اوكي، تكون دلوقتي الفين هو الجيت بتاعك حوالين الفين اهو، والباقي ده كله هو الفين اكستنشن. اوكي، لسه بعد كده هعمل الابيتاكسل لاير عشان اعمل ريز سورس ودرين. بس مش عايز انا السورس ودرين دول طبعا يوصلوا للجيت يلمسوه، كان لازم احط الابيض ده اللي هو السبيسر. هنحط السبيسر ونعمل له اتشنج برضه، وبقى عندك المنظر ده هو الفين بتاعي. ودول 7 خطوات تقريبا، ولسه ما كملش لانه بعد كده لازم اشيل طبعا ال لازم اعمل ايبيتاكسي هنا على الاكستنشنز دي، واكون الايه الترانزستور بتاعي. كله هيبقى فوق البوكس معزول عن السبستريت. تحس هنا في سيليكون اوكسايد هنا موجود، او سيليكون نترايد موجود هنا وهنا، وبالتالي ده دبل فين، دبل جيت، واحد هنا شمال وواحد ايه مين واحد شمال، مفيش حاجة فوق. تمام، فانا يعني تقريبا هي الخطوات اللي احنا بنعملها basic steps for fabrication. الفين عشان يبقى شكله فين كويس، ساعات بنحب ان احنا نقصره او نرفعه، يعني الفين ويتس عادي نقدله. فده بنعمله بثيرمال اوكسيديشن، حاجة اسمها سيلينج باي ثيرمال اوكسيديشن. لان انا عارف ان الثيرمال اوكسيديشن بياكل من السيليكون. فلو كان ده ال W فين نيشر يعني، هعمل اوكسايد هنا وهعمل اوكسايد هنا. اوكي، واحط سيليكون نترايد هنا عشان يمنع الاوكسيديشن فوق، لان انا مش عايز اثر على الهايت بتاع الفين، عايز اثر فقط على الويتس بتاع الفين. فالاوكسايد هنا هيطلع نص بره وهيخش النص جوه، مش كده الريشو اللي احنا عارفينها بتاعت السيليكون اوكسايد تو سيليكون ريشو، هو بيحول السيليكون الى سيليكون دايوكسيد ثيرمالي، وبعدين هيشيل الاوكسايد ده مش عايزه خلاص. ده بنسميه ساكريفيشال اوكسايد. شيل ده، فيتبقى مين؟ يتبقى الفين بتاعتك هنا. هنا دبليو بتاعتها بقت اصغر من الحاله دي. فده نوع من التكنولوجي ستيب ممكن تتعمل عشان تجيب فين ويتس اصغر. طبعا بعد كده الفين دي هتبقى داخل جوه كده عمولي على الشاشة. تمام، عشان يبقى عندك الشكل بتاع الفين هو ده.
جزء منها هيبقى او جزء منها هيبقى الفين اكستنشن وجزء منها هيبقى التشانل نفسها او التو شانلز بلوك. طيب هو اللي احنا عملناه كان بنسميه احنا جيت فيرست دي لانه بعمل اللي هو ده بعمل الجيت الاول وبعدين بعد كده اعمل دوبينج بقى للدرين والسورس بعد ما اعمل الابيتاكس اللير لين. انما الفين دي هي لو دوبت سلايتلي دوبت او حتى انترنسك ممكن. انما الدوبينج بيتعمل فين؟ بيتعمل بس عشان السورس وعشان الدرين عشان يقلل المقاومه بتاعته. فبعمل الدوبينج بعد ما اكون حطيت الجيت دي بنسميها جيت فيرست، يعني الجيت اتعمل الاول وبعدين الهاي تمبريتشر دوبينج وان امبلانتيشن والكلام ده كله اتعمل في الاخر. اوكي في تكنيكس تاني بنسميها الجيت لاست اللي هو يعمل الاول الجنكشنز بعدين يحط الجيت، لان احنا عارفين ان معظم الهاي جيت ماتيريالز ما بتستحملش تمبريتشر عاليه بيحصل لها نوع من الديسوسيشن او نوع من الديفكتس بتظهر فيها عند التمبريتشرز العاليه، فساعات بنحب نعملها الاول تمبريتشر هاي تمبريتشر بروسيس بتاعت الدوبنج تعمل الاول وبعدين احط الجيت، عشان كده بنسميها جيت لاست. جيت لاست دي بتتعمل زي ما عملنا المره اللي فاتت كومبليتلي كما لو كنت بتعمل ترانزستور عادي، بس في الاخر هنا ده عباره عن بولي سيليكون جيت او فيفر الاوكسايد بتاعه ولا غيره ها تروح شايله، فده عباره عن ساكريفيشال، يعني اللير هنا دي بنسميها احنا ساكريفيشال لان بحطها بس كده فور جيومتري لكن مش هتبقى هي ستيم موجوده. sacrificial layer واعمل الدوبينج بتاع الدرين والسورس وكل حاجة، وللأسف برضو هي هنا مش باينة المفروض اعمل دوبينج دلوقتي. بعد كده الحتة الفاضية دي اللي انا عينت منها هعمل etching بقى sacrificial انا هشيله هعمل له etching والحتة الفاضية دي هروح ماليها بالهاي كي ماتيريال بعد ما اكون عملت الدوبينج بتاعي، فعشان كده بنسميها gate lost. ده بس مجرد ايه اوبشن موجود للناس اللي هي عندها هايكي ماتيريال وخايفه انه الكاركترستكس بتاعتها تتاثر بالتمبريتشرز العاليه فبيعملوها في الاخر جيت لاست. فده الشكل اهو دلوقتي انا عندي تو فينز وفي عندي السبيسر وفي عندي الميتال جيت اهو في النص وفي عندي سين اوكسايد هنا وسين اوكسايد شمال ويمين، كل ده محاوط الفين بتاعتك. طيب في تكنولوجي بيعملوها علشان يرفعوا الفين كمان ازاي؟ انا بدل ما اعمل الفين بهذا الشكل ما دي تقريبا كانت الفين اللي احنا عملناها عملنا اتشنج لارتفاع معين للاس واي لير وحطينا هنا فوتوريزيست اهو او وات ايفر او هارد ماسك عشان اعمل اتشنج تحته هنا. طيب مش هعمل كده بقى، ان الهارد ماسك ده هبدا احط عليه سيليكون دايوكسيد او سيليكون نيترايد كونفورمال تمشي كده مع السطح ثين لاير، وبعدين هنعمل باك اتشنج هتشيلها من هنا هتشيلها من هنا ده من هنا عشان هتبقى طويله هتفضل موجوده okay. زي ما عملنا في السايد وول قبل كده سبيسر ده سايد وول سبيسر يعني. فايه بقى اللي حصل هنا؟ انه هستخدم السبيسرز دي كهارد ماسك اجينست الاتشنج بتاع الاس واي لير اللي تحتيها، عشان كده الاس واي لير فضل موجود هنا وفضل موجود هنا اوكي، وده السبيسر اهو اللي هو الهارد ماسك بتاعي كل حاجه بعد كده اتشت. فانا كده جبت فينز رفيعه جدا لان السيكنس بتاعها هو السيكنس بتاع السايد وول مش السيكنس بتاع الديسوغرافي، السيكنس اللي جاي من الديسوغرافي هو اللي احنا كنا هنحصل عليه هنا، لو انا كنت عملت اتشنج هنا كنت هجيب السيكنس دي بتاعت الفين. انا اكشولي جبت ايه سيكنس الفا كتير وعلى الايدج بتاع الفين هنا والايدج بتاع الفين اللي من هنا اوكي، فدي بنسميها احنا سبيسر
ليسوغراف يعني اعتمد على السبيسر نفسه سايدور سبيسر علشان يقدر يعمل سينر فيلد. فهنا بيقارن اهو التكنولوجي العاديه بالتكنولوجي بتاعت السبيسر. بيجي طبعا الدبل بيتش ايه، لانه لو كنت هتشتغل فين عاديه خلاص عندك فين هنا وفين هنا. طيب لما انا لو هعمل سايد وول في اتنين حوالين كل فين، وبعدين اشيل اللي في النص ده، ماشي، النص ده فين هنا موجوده وفين هنا موجوده، يعني كل لاير من دول بقى فيها اتنين فينز، فالبيتش بتاعت الفينز بقت اكتر من البيتش. هنا البيتش هي واحد، هنا البيتش دي ايه واحده، هنا ودي واحده. فبتعمل انت سينر وتقدر تحط عدد اكبر من الفينز في اليونت اريا بتاعتك، فبتستغل المساحه بتاعت السيليكون بطريقه احسن. اوكي، مالتي فين مالتي جيت، بس المصدر هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن فين واحدة بتاع ده جيت واحد سوري واربعة فينز من ده المصوص. نمبر اوف فينز هنا باربعة، نمبر اوف فينجرز بنسميها بواحد. ممكن عشان الشكل يفضل مربع وعشان اجيب اريا اكبر وكارنت اكبر ان انا اقسم الجيت لاتنين كده، يبقى عندي النمبر اوف فينجرز بقى اتنين والفينز برضه بدلت اربعة. الاربعة دول كل حكاية ان الكارت هيمشي هنا كده من الدرين للسورس، وجزء تاني هيمشي هنا من الدرين للسورس. يعني ده درين مشترك للتو ستراكشرز اللي فوق واللي تحت. اوكي، فانت ممكن تغير في النمبر اوف فينز، ممكن تغير في النمبر اوف فينجرز، وتجيب الكارت درايف اللي انت عايزه. ده انفرتر اهو، في موس هنا معمول اللي هو اللي فوق ده عبارة عن واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة فينجرز أو خمسة فين سوري، فينجر واحد ها، لأنه جيت واحد، جيت واحد ده فينجر واحد، إنما خمسة فينز، وده درين مشترك وصوص مشترك. اللي تحت هنا اللي هو الإند موس، الإند موس عبارة عن تو فينز فقط، واحد واتنين. ده انفرتر، الويتس بتاعك هنا هيبقى طبعا اكبر من الويتس هنا. الويتس هنا عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اتش مضروب في 2 يعني 2 فينز. الويتس هنا عباره عن 2 اتش مضروب في 1 2 3 4 5 لان هم 5 فينز. اوكي، كمان الملاحظ هنا انه الاتش بتاع الفين هنا اللي هو الهايت بتاع الفين اكبر من الهايت بتاع الفين في الانموس. في دي 103 نانو وده 76 نانو، دي حاجه يعني زياده شويه. انا ممكن اعمله نفس الهايت ويبقى عندي بس الايه فرق الموبيليتي عوضته بالفرق بتاع عدد الفينز. زي ما كنا بنعمل في البلك عادي، كنت بزود الويتس بتاع الترانزستور اللي هو البي مرتين او ثلاث مرات الويتس بتاع الان عشان كومبنسيت الموبيليتي افكت. يعني نفس الفكره هنا. لكن هنا الراجل يعني ايه يعني عقدها شويه، بحيث كمان خلى الهايت بتاعك مختلف. ازاي بيعمل هايت مختلف؟ هو مش رسمها هنا ماشي، انما يعني لو دي البوكس فاحنا قلنا بنقدر نجيب هايت كده ونقدر نجيب هايت بتاع فين تاني جنبه كده. لكن ممكن بقى لو خبيت دول بماسك وعملت مور اتشنج هنا، فممكن اجيب هايت اقل شويه او اكبر شويه على حسب. ممكن يبقى عندك اتش هنا كبيره واتش هنا صغير، تحتاج ماسك زياده واتشنج زياده. اوكي، ده اللي هو عمله هنا عشان يقدر ليه بيعمل كده؟ عشان يغير في ال W، لان ال W هي 2 اتش على طول. الترانزستور هو 2 اتش، فهو مش بس غير في النمبر اوف فينز، كمان غير في الاتش بحيث يقدر يادجست بالظبط الريشيو دي مع الموبيليتي ريشيو اللي هو عايز يعمل عليها الديزاين بتاعه.
الحاجة الأخيرة اللي هو موضوع الاسترس. يعني موضوع الاسترس ما زال ممكن أستخدمه علشان أحسن في الموبيليتي. أوكي. طبعاً هنا عشان نسيد منشن إحنا الأسمنها دي في عندك استرس في اتجاه الـ X وستريس في اتجاه الـ Y وفي اتجاه الـ Z. إنما اللي يهمني مين اللي هو اتجاه الشانل اللي هو اتجاه الـ X ده. فأنا مفروض إن أنا أعمل، لو كنت عايز أعمل NMOS هعمل تنسايل استرس دي اللي هي تنسايل استرس. لو كنت عايز أعمل PMOS طبعا هعمل كومبريسيف استرس عشان أقدر أحسن في الموبيليتي بتاعت الـ NMOS والـ PMOS. أو المنظر هنا أهو عبارة عن SOI فين فيت أهو فين فوق البوكس على طول. بس كل حكاية وأنا بعمل الإبيتاكس اللي هي بتاعت الريزد سيليكون وفي طبعا سبيسر وفي الريزد درين وسورس هعملهم سيليكون جرمانيوم. إمتى هعملهم سيليكون جرمانيوم؟ لو عايز تعمل بي شانل ده هيعمل لك كومبريشن. لو عملت لهم سيليكون كاربايد بدل سيليكون جرمانيوم هيبقى بالعكس هيعمل لك تنشن فهستخدمه فور ان شانل. ليه؟ لانه لاتس كونستانت بتاع السيليكون جرمانيوم هنا اكبر من اللاتس كونستانت بتاع السيليكون عشان كده بيعمل كومبريشن. لما اللاتس كونستانت بتاع السيليكون كاربايد بيبقى اقل من اللاتس كونستانت بتاع السيليكون فبالعكس بيعمل لك تنشن. هي نفس الفكرة ونفس الطريقة بس الظاهر الماتيريال اللي بتعمل بها الكمبريشن أو التنسايل ستريس. التحسن في الموبيليتي ده التميو على ميو هي التحسن في الموبيليتي مع النسبة بقى اللي بيحطها. طبعا كل ما حط في السيليكون جرمانيوم كل ما زود الجرمانيوم بس النسبة يعني ليميتد لغاية مثلا 30-35 فممكن يحسن في الموبيليتي. نفس الكلام هنا كربايت كل ما زود فيه يقدر يحسن في الموبيليتي. طبعا النيشالي لو مثلا ده بصفر وده بصفر يعني هيبقى عندك تقريبا ايه فرق الموبيليتي اللي هو بتاع الالكترونز والهولز. طيب هل في بقى جنريشنز اخرى غير الفين فيت؟ طبعا في. والاول في نوع من الدريفاتيفز يعني الجيت بتاعك بدل ما يبقى بتاع الفين فيت بدل ما يبقى بالشكل اللي هو الحرف اليو بقى عامل زي حرف الباي. اوكي حاول ينزل بالجيت شوية هنا ليه؟ عشان كل ما الجيت ده كل ما يزيد كل ما هيعمل كنترول احسن على البودي بتاعك وعلى الشانل. ممكن الجيت بقى مش دخل بيه شوية كده دخل بيه كده شوية مش كده عشان يكنترول برضو الحتة دي أكتر. الحتة اللي هي تحت دي هي اللي بعيدة عن الجيت الاس واي الأزرق ده الأخضر اس واي واللي تحت ده البوكس. فكل ما بعدت عن رحت ناحية البوكس هيبقى عندك الكنترول هيبدأ يقل فايه قللها شوية كده هنا سيكنس وعمل حاجة اسمها أوميجا فيت. ده الشكل عامل زي حرف الأوميجا. اكستريم كيس ان هو خلى جيت يبقى كله هنا موجود شمال ويمين وفوق وتحت جيت في كل مكان فدي يسمها جيت اول اراوند. اوكي شكل المربع ده اللي فضل موجود ده ممكن يبقى مدور على المربع لان طبعا التربيعات دي كارنت فلو هنا عند الايدج يبقى في نوع من النون يونيفورميتي بيعمل لك شوية مشاكل في الـ channel resistance. في حين لو خلاها واير بسمينا واير لو خلاها واير هيبقى الـ current flow بتاعك ايه منتظم اكتر. اوكي ويحط حواليه بقى الـ السين اوكسايد الهايكي ماتيريال ويحط بعد كده الـ get stack وبعدين يحط الميتال contact بتاعه. ده اللي بنسميه نانو واير ترانزستور. ده في شغل النهارده موجود. سامسونج عملت حاجه 3 نانومتر شانل لينس وعملوه بحاجه اسمها نانو شيت. يعني هو خد دي كده وعمل مالتيبلز منها بقى عامله زي الشيتس
وبعد كده حط الهاي كي ميتال جيت ماتيريال اول اراوند برضو زي ما احنا عاملين فوق هنا. دي كانوا بيسموها النانو شيت ترانزستور، نانو شيت في ديفكت ترانزستور. هو انتل بتقول انها هتوصل للنانو ما زال عن طريق الفين فيت. سامسونج قالت لا، انا بدل ما اعمل فين فيت هعمل حاجه اسمها ايه، نانو شيتس فوق بعض كده، وشيتس عامله زي البريدجز كده اللي واصله بين سورس ودرين فوق بعض. ساعات بيسموها مالتي بريدج شانل اللي هو ام بي سي فيت، مالتي بريدج شانل فيت. فدي النكست جينيريشن يعني بدات تظهر، ستيل موجوده بس طبعا دي اسهل، دي اسهل لانه ما عنديش الشكل المدور ده. التدوير في موضوع السيليكون ده مش سهل يعني، انا اجيب شكل الجيومتري بتاعته مدوره مش سهل. هو موجود في النانو تيوب، كربون نانو تيوب. كربون نانو تيوب باي نيتشر كده لما تيجي تعمل لها جروس بتلاقيها واخده شكل الايه، التيوب، بتبقى مدوره، انما في السيليكون بيبقى صعب. فهو الراجل هنا عملها شيتس، بدل ما يعمل فينز عمل ايه، شيتس. كل شيت من دول هنا تشانل وهنا تشانل وهنا تشانل وتحت تشانل جيت اول اراوند. اوكي، وقدر يوصل طبعا يعمل كنترول احسن للايه، للتشانل عن طريق جيت، وبالتالي ان يقدر ينزل للجيت لينس اكبر. ودايما اللي يعني دايما في حاجه اسمها شورت شانل افكت حتى في الفين فات، بتيجي تنزل بقى تحت السبع نانو والخمسه نانو كده تبص تلاقي بدا يظهر انه كنترول بتاعك بقى ليميتد قوي بتاع الجيت. فهو هنا بيحاول ان هو يكنترول الجيت بطريقه احسن بهذه. بس كده يكفي. اوكي، يبقى احنا في الفينت فات هنا عندنا ما يسمى الالكتروستاتيك كنترول اتحسن عن بقيه الانواع من الترانزستورز. الاوف كارنت هيقل compared to the bulk، ان اصلا الجنكشن مفيش، يعني الجنكشن دلوقتي يعني زي ما قلت لك عندك قريب من السبور او الشاشه او بعد الشاشه، بعيد عن البودي نفسه. البارازيتك ريزيستنس هيقللها، وبالتالي يقدر يجيب اي باور اي سبيد ابلكيشنز. وطبعا عشان تعمل سيموليشن بقى محتاج مودلز، والمودلز بقى في كتير يعني. في فلوريدا يونيفرسيتي دي عمل موديل للدبل جيت، يو اف دبل جيت، فلوريدا يونيفرسيتي اوف فلوريدا دبل جيت. في حاجه اسمها البي تي ام، بي تي ام دي عباره عن بريدكتيف تكنولوجي مودلز، يعني مودلز دي حاجات ايه مش موجوده الا الان لكن لسه جايه في المستقبل بريدكتيف. وعندك البي سي من مشهور، بي سي بتاع بيركلي ده بقى يستخدم دلوقتي حاجه اسمها كومباكت مالتي جيت موديل، مالتي جيت اللي هو بنقول عليه اللي هو الفين فات يعني. اوكي، بس هل بقى في مودلز للنانو واير والنانو شيت والحاجات ده؟ يعني طبعا اكيد هم شغالين في الموضوع ده لكن لسه ما فيش حاجه كوميرشالي في الابل. طيب يبقى احنا كده خلصنا الكورس بتاعنا، عملنا ايه، شفنا شويه بروسيسز السيليكون، اوكسيديشن، ايون امبلانتيشن، ايبيتاكسي، الكلام ده كله، ميتاليزيشن. وبعدين عملنا انتجريشن للحاجات دي هي علشان اعمل بلك سي موس عادي، سميناها بروسيس انتجريشن. وشفنا ازاي اعمل في المحاضره اللي فاتت اس او اي انتجريشن، بدل ما تبقى بلك سي موس تبقى اس واي سي موس. وشفنا المحاضره دي ازاي اعمل بروسيس انتجريشن برضو علشان اعمل فين فيت ترانزستورز. اوكي، فانت يعني حاول تهتم بالبروسيس انتجريشنز دي لان هي دي الهدف، الهدف ان انا ازاي اعمل ديفايس في الاخر او اعمل سيركت الى اخره بديفرنت تكنولوجيز. تمام، في اي اسئله؟ هو حضرتك استقريت على شكل الامتحان هيبقى عامل ازاي او حاجة؟ ممكن حضرتك يعني تقول لنا
يعني الامتحان هيبقى ايه؟ أنا مش عارف هو مين اللي معودكو إنه يديك فكرة عن الامتحان. امتحان يعني والله امتحان. الدكاترة كلها والله بتقول لنا عادي يعني، بس لو حضرتك مش حابب مفيش مشكلة يعني. anyway يعني حاول تهتم بالبروسيس انتجريشن زي ما قلت لك من شويه، وحاول ما تلغيش كتير. فقد يبدو ان الامتحان انا بجيب اسئله كتير مش عشان اكتر الاسئله، انما عشان تبقى كل سؤال يعني نوع كده خطوه من المفروض ان انت تعدي بيهم عشان تجاوب على السؤال. فتبص لها منظر الاسئله كتير، فمش عايز يعني تقعد تاخد صفحتين ثلاثه في كل نقطه عشان تجاوب. يا ريت يبقى مختصر بقدر الإمكان، مجرد ما أفهم إن أنت فاهم بس. لكن أحيانا كتير ما بيبقاش مطلوب يعني الديتيلز الجامدة اللي عندك، وإذا في حاجة ما تعرفهاش خلاص ما تجيش ناحيتها، لأنه أما بتجاوب أي كلام ويبقى فيها تخريف ولا حاجة بتدي باد إمبريشن، بتفهمني إن أنت يعني في مشكلة ما أنتش عارفها. فلو في حاجة مش عارفها ما مش لازم يعني إنك تجاوب كل حاجة. بس والامتحان زي ما انت عارف هو ساعتين، ومفروض انه يعني عدد الأسئلة يعني ما بيبقاش يعني محتاج اكتر من ساعتين دول. فاهتم بين process integration بتاع البلك سي موس وبتاع الاس واي واللي خدناه النهارده بتاع الفين فيت. اوكي طيب، هو الامتحان يوم ايه عرفته؟ الجدول نزل. ما تعرفش يوم ايه بالظبط؟ هو تقريبا اخر 24. يوم غالبا لا لا اخر يوم. لا لا، اخر يوم هيبقى ICs. اوكي، هو بتقولي تقريبا 24 يناير. ماشي، المادة اللي قبلها كبيرة يا دكتور، قبلها يومين بس. تمام هشوفها. ماشي يلا. فاحنا زي ما اتفقنا الامتحان طبعا عليه 70% للأسف، الحاجات دي متتغيرش. وأعمال السنة كلها كنا كتبناها في أول سلايد أول محاضرة عليها 30% including الكويزز. فالكويزز أنا هختار يمكن أحسن اتنين ولا حاجة من مجموعة الكويزز اللي عندك، والميد تيرم اللي انتوا كنتوا عملتوه. دكتور، هو لو حد فوت كويز بعذر طبي هل ينفع يتعوض ولا يبقى راح كده خلاص؟ نعم، لو حد فوت كويز بعذر طبي بينفع يتعوض ولا بيبقى على حسب هنحسب الباقي ازاي؟ احنا عملنا كام؟ عملنا 4 أو 5؟ اظن 4. خلاص انا هاخد احسن 2 يعني، فيعني قصدي لو في واحد عدى خلاص تمام هاخد احسن 2 في الحاجات اللي عندي. نعم، كان في اول كويس خالص كان لو ترو فولس ده بتاخد معانا ولا حضرتك من بعد كده بقى تاخد الكويزات؟ ترو فولس ده كان كويس يعني. ماشي، كان اول كويس خالص، كان اول كويس. ماشي هناخده ليه ما ناخدوش؟ مش عارف انا بسأل بس. هناخد كل الكويزات اللي عندنا، بس هناخد احسن 2 فيهم في الدرجات يعني، وتجمع الكويزات والاكسرسايزز والكلام ده كله والروبوتات اللي احنا عملناها اظن يعني كلها في الرينج بتاع 10% ولا حاجه او 15، وفي 15 على الميد تيرم يبقى دول 30، والباقي بقى اللي هو الامتحان. يلا بالتوفيق، السلام عليكم. بس يا دكتور معلش سؤال اخير، هو أيوه. في امتحانات قديمة نحلها أو حاجة أو يعني طبعا موجودة؟ هو ما عندكوش أكسس للامتحانات القديمة؟ هو إحنا يعني حاليا أنا بفتح الدرايف مش لاقي حاجة عليه يعني. لو حضرتك ممكن مثلا تبعت لي الامتحانات وأنا هرفعها على الدرايف أو كده. خلاص ممكن أحمل واحد أو اتنين على التيمز يعني. ماشي، يا ريت والله يا دكتور. بس هو نورمالي يعني، ما اللي انا فاهمه انه جميع الامتحانات السابقه موجوده يعني، ما اعرفش بقى كانت في المكتبه ولا بيحطوها فين، بياخدوا نسخه منها يعني. هو بيحطوها على الدرايف، بيرفعوا الامتحانات على الدرايف بتاع السنه اللي فاتت مثلا او اللي قبلها او فما فيش حاجه اصلا.
هو انا اللي دورت فيهم ما لقيتش حاجه. طيب انا ممكن ابعت لكم اثنين ولا ثلاثة. ماشي، شكرا جدا يا دكتور. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.